ويشاء القدر أن يرحل ياسين صغيري بعمر الزهور، ولا يخرج ليعلن عن فرحته كما باقي مناصري مولودية الجزائر بعد حصول فريق المولودية على الكأس الثامنة بعد تتويج ومسار حافل بالانتصارات. اليوم انطفأت شمعة ياسين وعز في رحيله الآلاف بل الملايين. هكذا إذا رحل بعد رحلة علاج ودخوله إلى الإنعاش على مستوى مستشفى يسليم زميرلي بالحراج بالجزائر العاصمة، بعد أن تلقى ضربة على مستوى الرأس خلال لقاء مولودية الجزائر ومجرى أصابته، فأدخلته في رحلة ما بين المستشفيات بحسب ما روى والده ليلقى حتفه في الساعات القليلة الماضية من نهار اليوم. مولودية الجزائر النادي الذي ينتمي إليه مناصرا ياسين صغيري عزت برحيله عبر تعزية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. لحقه بعدها آلاف المعلقين من زملائه مطالبين بفتح تحقيق في هذه الوفاة وفي هذه الحادثة الأليمة التي أدت إلى مقتله بعد أسابيع من دخوله غرفة الإنعاش، وهو من كان قد تلقى هذه الإصابة وهو من كان يناصر فريق مولودية الجزائر. لاعبو ومدرب ورئيس النادي قاموا بنشر التعزية أيضا في رحيل ياسين صغيري عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما هو الحال لحاجر جم رئيس النادي، وأيضا بالنسبة لمدرب هذا النادي باتريس الذي أيضا هو الآخر شارك عبر خاصية ستوري منشورة التعزية في رحيل ياسين صغيري. أيضا لاعبون كزوغرانا محمد زوغرانا وأيضا قائد الفريق أيوب عبد الله الذي عز هو الآخر عبر خاصية ستوري في رحيل مناصر الفريق ياسين صغيري. رحل ياسين صغيري ولسان حال المناصرين أن يتم التحقيق في هذه الحادثة وأن يأخذ الفاعل الذي قام برمي الحجر على رأس ياسين صغيري الجزاء الذي يناله. رحل ياسين صغيري نقول، ولا تزال البطولة الجزائرية المحترفة تعيش على وقع العنف والانحراف. رحمك الله يا ياسين صغيري وألهم ذويك جميل الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون.